الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين. اللهم يا أرحم الراحمين ارحمنا وارحم الجماعة الحاضرين في هذا المكان يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا وارحم المسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، إنك عزيز قريب مجيب الدعوات. اللهم بارك لنا ولجميع جماعة الحاضرين في هذا المكان يا أرحم الراحمين. اجعل المكان مباركا مرحوما مرزوقا مغفورا، بعيدا عنا وعنهم الحسد والنظر وسائر المشاكل والمشكلات. برحمتك نستغيث يا أرحم الراحمين. تقبل دعانا ببركة الأنبياء والأولياء والصالحين، خاصة وخصوصا سيدنا القطب الرباني والهيكل الصمداني، سيدنا الغوث الأعظم أبي محمد المحي الدين عبد القادر الجيلاني. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على